السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية في الدرس الثالث من الوحدة التانية واللي عنوانها شكل معرفنا I want to be healthy. I want to be healthy يعني أنا أريد أن أكون بصحة جيدة. الدرس الثالث حبايبي بينقسم لجزئين اتنين. الجزء الأولاني هيكلمني فيه عن السبورتس بلايسز اند equipment، يعني هيكلمني عن الأماكن اللي أنا بلعب فيها رياضة وعن الأدوات أو المعدات اللي أنا بستخدمها عشان ألعب بيها الرياضات دي. أما الجزء الثاني حبايبي فبيكلمني عن البرونانسيشن، عن الصوتيات. هنبدأ حبايبي بالجزء الأول وهو السبورتس بلايسز اند إكويبمنت، واللي هنتعلم فيه حبايبي عن الأماكن اللي أنا بلعب فيها الرياضات وكمان المعدات اللي أنا بستخدمها وبتساعدني عشان ألعب الرياضات دي. تعال نشوف يلا الكي فوكابيولري اللي معانا النهاردة. أول كلمة كراتيه سوت، كراتيه سوت، سوت 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 يعني بدلة. فوتبول بوتس، فوتبول بوتس، فوتبول بوتس، بوتس بوتس يعني حذاء كرة القدم. تنس بول، تنس بول، تنس بول، تنس بول حبيبي كرة التنس. سويمينج جوجلز، swimming goggles، swimming goggles دي نظارة السباحة. squash rackets، squash rackets، rackets rackets بمعنى مضرب أو مضارب. squash rackets. tennis court، tennis court، tennis court بمعنى ملعب تنس. football pitch، football pitch، football pitch، pitch حبينا بمعنى ملعب كرة قدم. swimming pool، swimming pool، swimming pool، swimming pool حبايبي بمعنى حمام سباحة. تعالوا نشوف مع بعض يلا الاكسترا فوكابيولاري اللي هو مدهالي. أول كلمة كلمة high kicks، high kicks يعني ركلات عالية. kicking a ball، kicking a ball، kicking a ball يعني ركل الكرة. fast، fast يعني سريع. summer، summer يعني صيف. rhyme، rhyme، رايم بمعنى يتناغم. بيست، بيست، بيست بمعنى الأفضل. واي، واي، واي طريقة. موفز، موفز، موفز بمعنى حركات. وولز، وولز، وولز بمعنى حوائط. سمول، سمول، سمول بمعنى صغير. وات اي وير، وات اي وير، وات اي وير يعني ما ارتدي. where I go، where I go، where I go يعني حيث اذهب. when I do، when I do، when I do يعني عندما افعل. with walls all around، with walls all around يعني تحيطها الجدران. with walls all around. تعال حبايبي نشوف الليسننج سكريبت معانا. بيقول لي I love my sport، I love my sport يعني أنا بحب الرياضة بتاعتي. قلنا حبيبي كلمة love يجي وراها verb plus ing، يجي وراها noun، جاي لهنا النون اللي هو sport. kicking a ball on a pitch، kicking a ball يعني ركل الكرة. on a pitch، on a pitch اللي هو ملعب كرة القدم. is my favorite thing، is my favorite thing يعني هو الشيء المفضل عندي. تعال نشوف الجيرل دي بتقول ايه. تقول being in a swimming pool، إن أنا أكون في حمام السباحة. and doing this sport، وأداء هذه الرياضة. it's the best thing for me، it's the best thing for me يعني هو أفضل شيء بالنسبة لي. the best حبيبي صفة AST يعني أعلى حاجة. the best thing for me. I feel like a different person، I feel like أشعر وكأنني. A different person يعني شخص مختلف، A different person يعني شخص مختلف. تعال نشوف الولد التاني بيقول ايه. بيقول I like the way I can do lots of different moves، I like the way يعني انا احب الطريقة. I can do lots of different moves يعني اللي انا بعرف اعمل بيها حركات مختلفة. I like high kicks يعني انا بحب الركلات العالية. My suit for this sport is white يعني لبسي في الرياضة دي أبيض، طبعا دي الكراتي. طب تعال نشوف البنت كده التانية بتقول ايه. I love this sport يعني أنا بحب الرياضة دي. because
I'm very good at it. قلت لك يا حبيبي good at بيجي وراها يا اسم بيجي وراها فعل ing يا ضمير عائد على اسم. I'm very good at it يعني أنا جيدة جدا فيها. You play on a small court with walls يعني أنت بتلعب على ملعب صغير with walls all around وتحيط بالجدران من كل جانب. You have a small racket يعني أنت معاك مضرب صغير. And you move very fast وبتتحرك بسرعة. You get really hot يعني جسمك بيزداد سخونة بسرعة كبيرة. تعال نشوف الولد الأخير بيقول I think it's an awesome sport. أنا awesome يعني رائع. I think it's an awesome sport and I practice a lot in the summer. وأنا بتمرن كتير في الصيف. They have tennis courts in the park. They have tennis courts in the park. يعني عندنا ملاعب تنس في الحديقة. And I go there with my friends. وبروح هناك مع أصدقاء. طبعا لازم أقرأ الليسنينج ده مرة واثنين وثلاثة وخمسة لحد ما أوصل فيه لدرجة الحفظ. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف حاجة مهمة جدا في الدرس ده. لما أجي أتكلم وأقول هذا ما أو هذا حيث أو هذا عندما قال لي بقول الكلام ده إزاي؟ قال لي لما أجي أتكلم عن الأدوات الرياضية فبقول this is what. This is what يعني هذا ما. تاني this is what يعني هذا ما. يعني المثال الأولاني بقول this is what I wear to play football. يعني هذا ما ارتديه لكي ألعب كرة القدم. عادي خالص. ممكن أقول this is what I wear يعني هذا ما ارتديه to do karate. يعني هذا ما ارتدي لكي العب الكراتين. كمان ممكن اقول this is what I use. كلمة use حبايبي معناها بستخدمه. this is what I use يعني ده اللي انا بستخدمه to play مثلا تنس. لما هنشوف شكل دلوقتي الراكت يبقى this is what يعني هذا ما. طيب امال يعني this is where. this is where يعني هذا حيث او هذا المكان حيث. تاني this is where يعني هذا هو المكان الذي. لما أقول this is where I play football يعني هذا هو المكان الذي ألعب فيه الكرة. this is where I sleep يبقى هذا المكان الذي أنام فيه. this is where I sit and watch TV يعني هذا المكان الذي أجلس وأشاهد فيه التلفاز. يبقى this is where هذا المكان الذي. واجيب بقى أي حاجة بعملها في المكان ده تدل على المكان. تعال نشوف المثال اللي تحته بيقول لي this is where I go swimming يعني هذا هو المكان الذي اسبح فيه. تاني this is where I go swimming ونرجع تاني نقول ان go بيجي وراها الرياضات اللي فيها ing يبقى this is where I go swimming. طب تعال نشوف لما جاب لي آلة وأداة قال لي this is what فقال لي this is what I wear to go swimming. this is what I wear to go swimming يعني هذا ما ارتدي لكي اذهب الى السباحة. نزلنا مع الأدوات وطالما بيتكلم عن الأدوات يبقى هيقول this is what. بقولي this is what I use to play squash. this is what I use to play squash يعني ده هذا ما استخدمه لكي ألعب السكواش وقصد هنا الراكتس المضرب. this is where يبقى هيجيب لي مكان. this is where I play squash يعني ده هو المكان اللي أنا بلعب فيه سكواش. طيب تعالى برضو لما جاب لي اللبس اللي بيلبسوه لما بيجوا يلعبوا الكاراتيه قال لي this is what I wear to do karate. تاني this is what I wear to do karate. قال لي يا حبايبي ان الكاراتيه والكونغفو بتاخد الفعل دو ما بتاخدش بلا. طيب this is what I do برضو لما اجي اقول هذا ما افعله برضو بجيب what ما اجيبش where. اقول this is what I do when I do high kicks. بقول هذا ما افعله عندما وأدي الركلات العالية. It rhymes with you and to. It rhymes إنه يتناغم مع نطق كلمة you ونطق كمان كلمة to اللي هي كلمة دي يا حبيبي do. But this is what I do هذا ما أفعله. When I go high kicks it rhymes with you and to. تعالوا نشوف بقى يا حبيبي general exercises اللي هو مدهالي على الجزء ده. بقول لي a swimming pool is. بقول لي ان حمام السباحة ده. اكيد this is the place where I go swimming يعني ده المكان اللي انا بروح اسبح فيه. طيب when I swim بقول لي عندما
أعوم طبعا أكيد بستخدم الجوجلز، لأن الجوجلز دي يعني نظارة السباحة. I use my goggles. طيب بولي وي بلاي تنس، يعني احنا بنلعب تنس أكيد على ملاعب التنس، قلنا ملاعب التنس حبايبي اسمها كورتس، فهقول وي بلاي تنس اون ذا كورتس يعني على ملاعب التنس. طبعا نمبر 3 I wear my boots يعني أنا بلبس الحذاء بتاع كرة القدم. إمتى؟ when I play football. when I play football يعني عندما ألعب كرة القدم. تاني when I play football عندما ألعب كرة القدم. تعال نشوف يلا السؤال الاختياري معنا. بقول read and choose the correct answer from A, B, C or D. being in a swimming A is exciting. أكيد طبعا swimming اسمه حمام السباحة swimming pool. swimming pool. طب we play football on the طبعا بنلعب كرة القدم على pitches، قلنا pitches اللي هي ملاعب كرة القدم، إنما courts قلنا ملاعب التنس. Number 3 بقول I use my A to play squash، بستخدم إيه عشان ألعب السكواش؟ قلنا الراكتس، قلنا الراكتس حبايبي اللي هي المضارب. طب تعال نشوف Number 4 بقول I like it because I can do a lot of moves and high kicks، بضرب ضربات عالية وحركات كتير، ده طبعا بنلاقيه في الكاراتيه. كاراتيه اللي هي رياضة الكاراتيه. طب Number 5 بقول I'm great at squash يعني انا كويس جدا في السكواش because I eat a lot طبعا انا ببقى عظيم في اي لعبة لما اتدرب كتير بحول because I practice a lot لاني بتدرب كتير. تعال نشوف يلا السؤال اللي بعده. عندنا كلمة swimming. swimming طبعا هي السباحة. matches يعني مباريات. كراتيه الكراتيه. pitch اللي هو ملعب كرة القدم. وpool اللي هو حمام السباحة. بقولي طبعا I love playing sports انا بحب لعب الرياضة. When I'm on the A, I kick the ball with my friends. يعني لما أكون فين بشوط الكرة مع أصدقائي. أكيد لما أكون في ملعب كرة القدم. يبقى when I am on the pitch. When the pitch اللي هو ملعب كرة القدم. My brother's favorite sport is A. He always لازم أكمل. He always uses his goggles. ونحبيب goggles اللي هي النظارات الإيه؟ نظارات السباحة. يبقى إذن My brother's favorite sport is أكيد swimming. swimming حبيبي اللي هي السباحة. He always always يعني دائما. He always uses goggles when he goes to the pools. My little sister is good at. وإحنا قلنا good at بيقراها يا إما اسم يا إما verb plus ing. My little sister is good at A. طب لازم أكمل عشان أعرف. She does a lot of moves. تعمل حركات كتير. يبقى أكيد كراتي. يعني جيدة في رياضة الكراتي. طبعا شكل ما قلنا بيقولي she does a lot of moves and she does high kicks. I like to watch tennis A on TV. بحب اشوف ايه التنس على التلفزيون. اكيد مباريات. المباريات حبايبي اسمها matches. تاني المباريات اسمها matches. تعال نشوف مع بعض يلا سؤال الترتيب. بيقولي reorder the words to make correct sentences. Or we swimming pools where go. اكيد انا عايز اقول ان حمامات السباحة دي هي المكان اللي انا بذهب فيه للسباحة. تاني عايز اقول حمامات السباحة دي الاماكن اللي انا بذهب فيها للسباحة. فحقول pools يعني حمامات السباحة. or يعني هي where الاماكن. we go swimming يعني هي الاماكن اللي احنا بنذهب فيها للسباحة. or tennis we play where courts هي نفس الفكرة. هقول طبعا courts يعني ملاعب التنس. or where يعني هي الأماكن. where we play tennis هي الأماكن التي نلعب فيها كرة التنس. طب تعال نشوف number 3 قول where suit I karate بحول طبعا انا برتدي يبقى I وادي الفعل هو to wear a karate suit. انا suit حبيبي معناها بدلة يعني انا برتدي بدلة الكراتي. طب تعال نشوف number 4 بقول pitch we on play football the. طبعا اكيد انا عايز اقول ان احنا بنلعب كرة القدم على ملعب كرة القدم. يبقى هقول we احنا play
بنلعب فوتبول، كرة القدم. on the pitch يعني على ملعب كرة القدم. تاني we play football on the pitch. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال التقييم. بيقول لي سارة wears her boots to play football، يعني سارة بترتدي حذاء كرة القدم عشان تلعب كرة القدم. طبعا الاسم بتاعت سارة لازم تكون كابيتال عشان في اول الكلام، وكمان اسم شخص. wears ما فيهاش حاجة مستر، hair برضو ما فيهاش حاجة، boots ولا فيها اي حاجة، to play football اللي ما فيش اي حاجة في الاخر غير الفلسطين النقطة. where can you play squash؟ طبعا where ال W capital اللي في اول الكلام، can you play squash؟ طبعا ده سؤال، يبقى لازم احط في الاخر طبعا question mark يعني علامة استفهام. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف اللي بيقول لي اكتب 5 sentences، 5 جمل عن السبورتس equipment. سبورتس equipment اللي هي المعدات الرياضية. طبعا المعدات او الادوات الرياضية لما اجي اكتب عنها لازم ابدأ بالجملة الافتتاحية دي. In sports equipment يعني المعدات الرياضية helps. خلي بالكوا حبايبي ان الاكوبمنت اسم لا يعد بيعامل معاملة المفرد. helps us يعني بتساعدنا، to do sports تساعدنا ان احنا نأدي الرياضة او نلعب الرياضة. هقول بقى بنستخدم ايه عشان نعمل ايه، يعني هستخدم كل واحدة من دول عشان نعمل ايه. يعني اقول مثلا we use football boots to play football، يعني احنا بنستخدم حذاء الكرة ده عشان نلعب كرة. فالستوب وابدأ جملة جديدة لازم ابدأ بكابيتال لتر، يبقى we use karate suits يعني بدل الكاراتي to do karate. خلي بالك من do مع karate. طيب we use rackets يعني احنا بنستخدم المضارب to play squash يعني عشان نلعب رياضة السكواش. طيب we يعني احنا بنلعب تنس على الكورتس، we play يعني احنا بنلعب تنس، بنلعب كورة التنس on courts، courts اللي هي ملاعب التنس. اخر حاجة الجوجلز اللي هي يا حبايبي نظارات السباحة. بحقول ايه؟ هقول we use goggles بنستخدم الجوجلز دي to swim or when we go swimming يعني لما نذهب الى السباحة. طبعا باراجراف سهل وبسيط، ولكن برضو براعي ان انا بسيب اندنت في اول سطر، بسيب فراغ بين الجمل، دايما بحط في الاسطوب وابدأ بكابيتال لتر. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبيبي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنانا ان شاء الله في الجزء الثاني من lesson 3 واللي هنتكلم فيه عن pronunciation النطق. Goodbye. السلام عليكم.